احنا ملوك اللعبة، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا. احنا نهد جبال، اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة، واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال. الضربة القضية هتتشال، الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. احنا ملوك اللعبة، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا. احنا نهد جبال، اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة، واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال. الضربة القضية هتتشال، الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. احنا ملوك اللعبة، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا. احنا نهد جبال، اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة، واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال. يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. يوم جديد وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. حبينا نبتديها مع حضراتكم بلقطات كده من الفرحة الكبيرة اللي اتحققت امبارح. امبارح كان في ماتش قوي جدا جدا، كان في سيطرة شبه كاملة من النادي الأهلي. طبعا زعناه من خلال قناة النادي الأهلي على الهواء مباشرة، وطبعا أكيد حضراتكم تابعتوا من المباراة وشفتوا إن كل أعضاء مجلس الإدارة في النادي الأهلي كانوا موجودين بكامل يعني هيئة المجلس، وكان في فرحة. شفنا مجرد لقطات منها بس اكيد هنتكلم مع حضراتكم في مزيد من التفاصيل. صباح الفل عليك. صباح النصر. ما هو النصر ده مش بيمشي بس على كره القدم، بيمشي على كل الرياضات في النادي الاهلي اللي بتفرحنا. واللي امبارح بجد كان اداء اكثر من رائع، وحاجه كانت جميله وحاجه كانت مشرفه. وحضراتكم طبعا شفتوا في اللقطات اللي كانت موجوده الفرحه لمجلس الاداره والناس اللي بتحضر، حاجه كانت مختلفه الى حد ما. كمان بتتكلم عن ملوك الصالات فعلا، فهنتكلم في كل التفاصيل دي. بس طبعا كان لازم ان احنا نهني انفسنا ونهني حضراتكم على الفوز، يعني لرجال الطايره المتالقين امبارح بصراحه.